منتصف النهار و35 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تحية متجدة لكل السادة المستمعين والمستمعات. منذ قليل كان معنا بالهاتف مباشرة من العاصمة الليبية طرابلس مدير تحرير بقناة ليبيا الوطنية محمد حديد. الموضوع كان يتعلق بلقاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني بنظيره الليبي عبد الحميد دبيبة وبرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حول تسهيل إجراءات المعابر بين البلدين، وكذلك مسألة الهجرة غير النظامية. باش نعاود نرجع مرة أخرى إلى تونس لموضوع مهم جدا ما تعلق خاصة في فصل الصيف بمراقبة المنتجات الغذائية، وإيمان الراسخ بأنه صحة المواطن التونسي خط أحمر. كعلاش حاضر معنا بالهاتف رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دكتور محمد الرابح. سي محمد مرحبا بك، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي شهاب ومرحبا بالسادة المستمعين. يعطيك الصحة بارك الله فيك. احنا نمشيو لشارة الركن ثم ننطلق في الحوار. المشهد الآن حديث الساعة. نعرف أنه الجهد كبير، أنا في التنسيق من بكري معاك، كنت في اجتماعات ماراثونية خاصة في مثل هذه الفترة، هو على مدار العام الحقيقة، وأنت كنت حاضر معنا في أكثر من مناسبة سي محمد. خلينا ننطلق من آخر ما فما، وين وصلنا فيما يتعلق بعملية المراقبة الصحية خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة وفي فصل الصيف؟ هو سي شهاب بارك الله فيك علي تحت الفرصة. هو تعرف احنا الصيف نظر بالنظر للخصوصية بتاعه، احنا نفردوه ببرنامج خصوصي للمراقبة، باعتبار وانه بالنسبة لنا وقت نتكلم على السلامة الصحية للمنتجات الغذائية نمشي مباشرة لدرجات الحرارة وعلاقتها بتلوث أو التسريع في تلوث المواد الغذائية خاصة منها سريع التعفن. احنا تعرف الفترة هذه هي فترة حفلات وفترة متاع استهلاك بعض المواد الغذائية دون الأخرى، خاصة منها الفواكه، الدلاع، البطيخ، يعني كل المواد المعروضة هذيك تشملها الرقابة. ولكن في مجملها احنا نعمل الاولويات نتاعنا ونبوب الاولويات. مثلا المواد هذه خاصه الغلال بصفه عامه تولي لابد ان نراقبوها. وكيفاش تتم عمليه المراقبه؟ طبيعي اذا كان بالعين المجرده ما تظهرش اشكاليات وتكون امنه في علاقه باماكن الزرع او الماء نتاع السقي الى غير ذلك، هذه ما فيهاش اشكال. ولكن وقت الواحد باش يثبت ويشك في حاجه يحجزها ويقوم بقطاع عينات تكون ان شاء الله تكون تمثيليه يعني ريبريزونتاتيف ونقوم بتحليلها. في وضعيه الحال احنا في جهاب للمده الاخيره، والحقيقه هو مش جديد لانه كل صيف تخرج مثل المعلومات هذه وتكون من مصادر غير مامونه، باعتبار انه المصدر الرئيسي من المفروض القانوني والرسمي هو الهيئة، باعتبار عندها حصرية الرقابة الرسمية على السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذلك الإبلاغ عنها. تقصد بعض الإشاعات مش معلومات، لأن المعلومات تكون مؤكدة، ولكن بعض أنا بالحقيقة هي معلومات إشاعات، ولكن أنا اللي يهمني هو أنها مش من مصادر موثوقة، ولكن المصادر هذه للأسف معناها المعلومة تنتشر بصفة كبيرة. واللي لاحظته وهذا من خلال حتى التفاعل نتاع المواطن العادي، نشوف اللي ناس تصدقوا وقت اللي ندخلوا احنا معناها ينعتونا بحاجات الحقيقة لا تليق، وهذا الحذف النفس، لانه احنا كهيئة رسمية كسلطة رسمية سلطة مختصة احنا رانا المحايدين. وبالنسبة لنا راهو كما ذكرت انت سي شهاب صحة المستهلك هي خط احمر، واذا كان فما اشكال ما عندناش علاش احنا باش نغطيه عليه، لانه اذا كنت تغطي عليه هو باش يزيد المشكل يتفاقم. لانه اذا كان
اتضح وانه فما اشكال يلزم تتدخل في معناها في الحين فورا، لانه من جهه نحب اذا كان تم اشكال من يعني توسيع رقعه المشكل في علاقه بالاستهلاك، وكذلك نسكروا هك العمليه العدوى، وبالتالي نرجع للدلاع والبطيخ هذوما. قبل ما ترجع سي محمد بعد اذنك نحب انا نتفاعل معاك، لانه هنا فما اشكال، يعني سيادتك باعتبارك تمثل الجهه الوحيده وانت حضرت معنا في أكثر من مناسبة المخول لها عملية المراقبة الصحية، نحكي اليوم على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتالي هذه الجهة الوحيدة المخول لها الحديث عن المراقبة الصحية. اليوم كي نشوفوا فيديوهات، وأنا نعرف علاش تحكي سي محمد، تحكي على الفيديو اللي قاعد الشخص اللي قاعد يروج في عدد من الفيديوهات، وكل مرة يحكي على موضوع، مرة يحكي على الدلاع، ومرة يحكي على اليغورت، ومرة به. اليوم احنا في دولة القانون والمؤسسات، الأصل في الشيء وأنه الشخص هذا يقع استدعاءه والتثبت من المعطيات اللي قدم فيها، إذا هي معطيات صحيحة الهيئة تتولى العمل بشكل صحيح وتراقب وتمشي للعينات اللي طرحهم، إذا فيه مغالطات يتحاسب الشخص، أما أنه الأمر يتواصل وتصير وانتم ما تقولوا مغالطات للرأي العام والأمر متواصل وما فماش حل، فلهنا احنا في مشكل. هو شهاب باش نكون صريح معاك، احنا توا في اطار تواصلتوا معاه السيد هذا، تواصلتوا معاه سي محمد؟ لا هو غير معروف، هو معنا حتى كرد معنا حتى الكوردوني نتاعو ما فماش، احنا توا طبيعي جدا باش ندخلوا في مسار اخر اللي هو التقاضي، لانه ماهوش ممكن باش نخليه الامور تتفاقم الى ما لا نهايه. بالضبط، لانه احنا خرج الفيديو نتاع الدلاع تعدى تولينا نحكيه على المياه المعذبه مثلا، اتحاد الفلاحين تقلق من الفيديو يقول اضر بفلاحي الدلاع وطالب بتدخل الدوله، وهو كذلك احنا في الموضوع هذاك يعني ما نشتش نسلمه في حق الدوله وفي حق المستهلك، هذا طبيعي، ولكن اللي ناكدوا على الاقل، وهذه نستغل فرصتي ما دام موجود معاكم، معناها تبارك الله البرنامج بتاعك مسموع، راهو الهيئه راهي وقت اللي باش تحكم على ماده غذائيه راهي فما ضوابط، الضوابط فما معناها زعما امور تتعلق بالمراقبه الرسميه، تشوف تتبع، ولكن ايضا اذا كان معناها الامور باش تزيد تثبت اكثر تقتطع عينات تمثيليه وتحللها في مخابر معتمده. احنا التحليل هذا يسار راهو خدينا، خاطر ما تنجمش انت تواني نشوف انا في التعليقات يا اخي هما يراقبوا كل كعبه دلاع وحدها، لا احنا راهو نراقبوا بروسيس كامل، وفي مرحله من المراحل نقطعوا عينات ونحلوها، نلوجوا على النواحي الجرثوميه، نشوفوا النواحي الفيزيوكيميائيه ذات علاقه برواسب المبيدات في علاقه باستعمال المبيدات، وكذلك المعادن الثقيله باش نجاوبوا على مشكله هذه البطاريات اللي تتحط الى غير ذلك، خاطر بطاريه فيها الاكسجين وفيها مواد معادن ثقيله، هذوما نلوجوا فيهم. وانا اخي ما يلزم عنز ولو طاروا، احنا بالنسبه لنا النتائج التحاليل هي ما فما ديساي انه بادي باسي، فما حد اقصى، من احنا الحد الاقصى هذاك ما نتعداوش، وما دام الحد الادنى والحد الاقصى بقى بعيد، احنا بالنسبه لنا المواد هذه مطابقه ومتمثل حتى خطوره على الصحه العامه، وكذلك معناها اجابه على التساؤلات اللي ديما تتكرر، او فما تسممات غذائيه جماعيه في علاقه باستهلاك الدلاع والبطيخ الى غير ذلك، هذا اللي ناكده لكم هو انه التسممات الغذائيه الجماعيه هي راهي مشموله بالتبليغ الاجباري، يعني اي طبيب سواء كان في القطاع العام او في القطاع الخاص اذا كان يشوف حالات اثنين فما فوق عند نفس الاعراض واكلين نفس الماكله، هذا نعتبروها بؤره،
مجبور قانونا انه يبلغ. هو صار منه سي محمد، هو صار اليوم عندنا تسممات جماعيه؟ لا، احنا التسمم الغذائي اللي صار هو في حفله وما عنده حتى علاقه بالدلاع. ولكن اللي ناكدوه هو انه ما فماش تسممات غذائيه مرتبطه بسلاك الدلاع او الدلاع ولا البطيخ او البطيخ او غيره. ما فماش، لانه التسمم الغذائي ما يتخباش، لانه ينجم حاله معزوله تنجم تتعدى، وربما ينجم واحد خذاه الدلاع مورسوات، لانه هو ظاهره جديده تولينا نشوفه فيها، قبل ما كانتش ولا الدلاع تتقص على ثلاثه واربعه وخمسه طروف وتتباع معنا بالمورسو. تصور انت الدلاع لو قصوها بسكينه، السكينه الله اعلم وين كانت، سواء كان من حيث التلوث الجرثومي او غيره، اليد كيف وين كانت، ومن بعد باش نمس بها الدلاع وتتقص وتبقى نهار كامل معروضه للشمس. طبيعي جدا اذا كان فما تلوث تقاط وعي من اليد ولا من السكينه، باش اليد هذيك تتلوث وقت اللي تستهلكها باش تحس ب... 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 اي انا باش نسال، انا كمواطن بسيط نسمع فيك يا سي محمد، وانت رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتصرح عبر موجات الإذاعة الوطنية تحديدا في برنامج المشهد الآن في فقرة حديث الساعة، تقول وأنه الشيء هذا قاعد يصير ومش معقول ومضر بالمواطنين. أنا باش نسألك كمواطن، هيك هو مضر علاش مخلينه متواصل؟ واو، كذلك هو شوف، احنا رانا ما تنجمش تكون في كل مكان. احنا راو الوقت اللي نتكلموا على مسمع الناس الكل، راهو هذه داخله في اطار التحسيس والتثقيف من اجل الصحه، لانه اذا كان لا سي محمد، لا سي محمد، احنا ما نقفوش عند التثقيف، هذا مهم جدا، هذا بعد اذنك، هذا مهم جدا سي محمد انك توعي وتثقف الناس، ولكن ثم جهات عندها وموكول لها دور ان تتدخل بصرامه وأن يتردع الناس المخالفين. نحكي ورانا نحن اليوم في دولة قانون المؤسسة، جهاز المراقبة السعودية مثلا، ثم أجهزة دون أن أسميها، ضروري وأن يتدخل وأن يتمنع الأمر هذا اليوم قبل الغدوة، ولا أنا غلط؟ وهو كذلك عندك ألف حق. هو ظاهرة هذه الانتصاب راهي مشكلة كبيرة، خاصة في الأسواق والساحات العامة، ثم مشكل كبير اسمه انتصاب الفوضوي، وهذا الحقيقة احنا نتعاملوا معاه، ووقت اللي نتعاملوا معاه مع في 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 في, في شكل فرق مشتركة، لأنه معناها هذا تجارة موازية عشوائية، ما تنجمش تحسب شنو اللي باش يتصرف معاك وقت اللي باش يجيه كمراقب، يلزم نمشي له في اطار لجان فيها الامن فيها هكا، علاش معناها احنا ناكدوا بالاساس على دور المسالك، ولكن يقول قايل هاو احنا نسمحوا به يتباع في المساحات مثلا الكبرى او في اماكن، هذوما راهم مراقبين بشروط حفظ الصحه متوفره، كما يقص الحم كما يقص اي ماده اخرى، احنا رانا نراقبوا الطريقه، نراقبوا مدى احترام الممارسات الجيده، يعني ما نجموش ولكن الاشكال يبقى مطروح في مستوى هذه الساحات العامه والباع المتجولين، ثم مشكل كبير يجي يحط لك كاميون ما تعرفش عليه وقتاش يجي ويبدا يقص في الواحد ولا العباد تشري. احنا بالسؤال الإجابة دي معروفة، مرتبطة بالطاقة الشرائية ومرتبطة بالثمن، هو لا محالة الثمن هو طاح المدة هذه، لا محالة، فهمت؟ ولكن ما طاحش برشا في الدينار، يعني ما طاحش تحت الدينار، يظن الإشاعة هي اللي هبطت الأسعار، وهذا كما قد يكون مي احنا كلامك صحيح، واحنا لهنا باش نحاول نقضيه على الظواهر هذه السلبية اللي قد تؤثر على سلامة المنتوج وبالتالي على صحة المستهلك. كي يسألك سي محمد المواطن يقول لك يا سي محمد أنا نحب نشري دلاع ولا بطيخ، شنو تنصحني الخطوات الأولى؟ تعرفوا أنه بعض الباعة متاع الدلاع يقول لك تشري بالموس، يعني يحل الدلاع باش يثبت اللي هي حمراء، هل انه كي تبدا لونها احمر معناها هي سليمه؟ يعني شنو هي الخطوات اللي يجب اتباعها من منطلق اختصاص، نسال في سي محمد الرابحي انا، شنو تنصح المواطن؟ شوف
بالنسبة للدلاعة ذي بالموس رو اللي كنت نحكي فيه رو يبقى بلابل. علاش؟ لأنه أنت من وقت اللي باش زعمة مو باش مش تضبطها بالسكينة ولا أي نعم. أي نعم. السكينة اللي ينطبق عليها الكلام اللي كنت نحكي فيه بالضبط ينطبق على وضعية الحال. صحيح. لأنه ما هوش معقول. أول حاجة ساعة انت ويعطيك صحة خطب اللون هذاك هو في علاقة بمدى نضج الدلاع. اي نعم. هكا ولا؟ اي نعم. الدلاع اذا كما تكون ناضجة بيع باش تكون بيضة الى غير ذلك وما ويبدا حتى النكهة ماهيش معناها المرجوة الى غير ذلك. دونك انا كمستهلك نتكلم ما الدلاع ناخذ دلاعة كيف ما هي ونبتعد على هذيك اللي يشوفها زعمة باش تروح بها دلاعة حمراء ولكن انت ديجا وقت قصيتها وباش تحطها في اماكن ينجم يكون سخون الى غير ذلك تنجم تصير تلوثات في علاقة بالتقاطع معاك الجراثيم ولا واحدة اللي جات من السكينة الى غير ذلك وبالتالي نخليوها العملية راهي سهلة نختار الدلاعة اللي تحلى في عيني ومش لازم نقصها ومش لازم نثبت منها في وقتها وهذا هو معناها خطر احنا السلامة الصحية للمنتجات الغذائية معناها تحتم علينا انه النقص اكثر ما يمكن من تدخلات على السلسلة الغذائية لانه كل تدخل في امكانية متاع تلوث تقاطع. معقول برشا. هات نسمعوا صديقنا نجم الدين العكاري. أهلا بسلام سي محمد شنيا حويل. أهلا بسلام سي محمد يعيشك. حبيت أن نخص وقت صغير للمسار القضائي المزمع القيام به خلال الفترة القادمة حسب تصريحاتكم. هل أنه من أطلق المغالطة أو الإشاعة أو المعلومة هل سيقاضى لأنه اجتهد ولا عاون ولا حاول يعاون ولا حاول يوعي ولا هو خاطر ماهوش دوره جملة وإلا خاطر شنية معناها نجم نوجهه له من تهم في الحال هذه؟ هو تعرف يا نجم الدين اللي يوجه التهم واللي كيف التهم هو قضاء. احنا بالنسبة لنا كسلطة رقابية اعطانا القانون حصرية الإبلاغ عن المخاطر الصحية شفنا شكون آخر ما عندوش الأهلية ونصب روحه قاضي ومعناها وحكم في نفس الوقت يعطي في نتائج نتاع تحاليل الله أعلم كيفاش والمعلومة تمشي مباشرة للمستهلك التونسي وبكتفاش بمادة فقط هو المواد كلها أغلبها غير صالحة بالنسبة لي وهذا الحقيقة فيه مس من حتى مصداقية الرقابة الرسمية فيه مس من نوعية المواد اللي معناها حتى الفلاحة زعم الفلاح يتعلم شيء هذا ثم 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 إشكال إحنا من كيفوش التهمة ولكن إحنا باش نرفع للأمر للقضاء والقضاء هو اللي باش يتدخل في الموضوع. سي محمد نعرف أن الهيئة تتلقى العديد من التشكيات من المواطنين شنية أبرز التشكيات اللي وصلت لكم في المدة الأخيرة؟ والله أبرز التشكيات في علاقة بالانتصاب يعني تبدأ مادة غذائية من المفروض ما تتحط في سلسلة التبريد ولكن تبدأ معروضة للبرة وهذا هي الحقيقة يتم التدخل في الإبان بالتنسيق مع احنا متعرف تجي الركات على مستوى مركزي وتم معالجتها وتوجيهها في الحين للإدارة الجهوية المعنية ويتم معالجتها ثم متابعتها إلى حين غلق الملف. سي محمد بعجالة وانت ذكرت من بكري الحفل في سليانة وحالة التسمم تعرفوا أنه فصل الصيف يشهد إقبال كبير على المرطبات وأكيد فما مراقبة للعديد من المحلات الصنع وبيع المرطبات وهو كذلك هو تعرف من بين المواد ذات الاستهلاك الواسع هو الحلويات في الصيف
بارتباطها مع ارتباطها بالحفلات الى غير ذلك. وبالتالي المحلات نتاع صنع وبيع المربات هي محل مراقبه كما المحلات الاخرى، كما محلات الاكلات السريعه، المطاعم الى غير ذلك اللي تشهد اقبال خاصه في فصل الصيف. يعطيك الصحة، مشكور جدا سي محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إن شاء الله بيوافر الصحة لكل السادة المستمعين والمسمعات. مشكور جدا على كل ما أفدتنا به، باش نتواصلوا في أكثر من مناسبة خاصة في فصل الصيف، ونعرفوا أنه نشاط هذه الهيئة متواصل على مدار السنة باعتبارها الجهة الوحيدة نجم نعيمة المخول لها أن تراقب المنتجات الغذائية. وبالتالي وضحنا صورة الأمر مشى للقضاء. يقول سي محمد الرابح فيما يتعلق بما يتداول على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا خطير جدا. راهو إذا كان إنسان يقدم معلومة يقدمها للجهات الرسمية أو يكون واثق منها، يقع استدعاء والتحقيق معه. إذا معلوماته صحيحة نمشيو للإصلاح، إذا معلوماته مغلوطة يتحمل مسؤوليات ما قدموا للناس. ياسين فوغالي بعد قليل في تأمين نشرة الأخبار، احنا هكا نوصلوا إلى خاتمة هذا العدد.